طيب والشركات اللي مش هتفوز هتعمل ايه؟ جهاز تنمية المشروعات شريك البرنامج هيقدم فرص مهمة لعدد من هذه الشركات التي قد لا يحالفها الحظ. كل أسبوع أيضاً بنك الطعام ممكن يغير في النتيجة النهائية، لأنه هيدي 5 درجات إضافية لأكثر شركة متسابقة بتساعد على تحسين جودة الحياة. بنك الطعام كمان هيدعم الشركات الناشئة الستارت أبس اللي بتطور الزراعة وتقدم حلول لصغار المزارعين، وده هيكون من خلال حلقة خاصة powered by بنك الطعام، هتتسابق فيها الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية والأجريتك، لأن بنك الطعام الحقيقة بيكافح الجوع عن طريق تطوير الزراعة، وهيعمل ده من خلال الفرصة، وبالتالي هيدي دعم كبير للشركات اللي الشركة اللي هتفوز. بنك الطعام شريك البرنامج للأثر المجتمعي. بنك الطعام مؤسسة وطنية مصرية مغروزة، يعني حبها في قلب كل مصري. الخدمات اللي بيقدمها هي مظلة من الأمن الغذائي لكل مستحق على أرض الوطن، وهذه الفئات من المجتمع واجب علينا بل وحق ليهم إن احنا نساعدهم بمساعدات غذائية مباشرة شهرياً. مكون التمكين، المكون اللي احنا يمكن بنبص فيه للمستقبل شوية، وده يمكن المكون الأساسي اللي احنا بنتشارك فيه مع برنامج فرصة، هو وبرامج البحث والتطوير الخاصة ببنك الطعام. الصورة الذهنية الأساسية للمصريين عن بنك الطعام المصري هي يعني مئات الألاف من الكراتين اللي بتروح كل حتة يعني في لمح البصر، لكن بنك الطعام تدخله التنموي في قضايا مكافحة الجوع أكثر عمقاً بكتير من مجرد توزيع مواد غذائية. ده ترتب عليه إن احنا عملنا قطاع جديد في بنك الطعام تقريباً بقاله 4 شهور، اللي هو قطاع مختبر الأبحاث. مهمته الرئيسية تطوير وتحديث مختلف البرامج والخدمات اللي بيقدمها بنك الطعام. يهمنا إن يكون في استخدام لفكرة السمارت أجريكالتشر، فكرة التطبيقات التكنولوجية الحديثة، هي دي يمكن اللي احنا عايزين نزق وندفع فيها في بنك الطعام، وعندنا الاستعداد ان احنا نتبناها لدعم صغار المزارعين. وده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله في برنامج الفرصة، ان احنا هناخد احلام الشباب وهناخد ابتكاراتهم نقدر نحطها لهم على ارض الواقع لخدمة ناس تانية، وفعلا نقدر مع بعض نشوف الحاجات دي نقدر نكبرها لغاية فين. حلقة الأجري تاك ان شاء الله انا متوقع ان هي هتكون حلقة يعني قوية، فيها منافسة ما بين شركات متميزة جدا، عليهم ان هم يقدروا يقنعونا فعلا ان هم الاهداف بتاعتهم هي نفس اهدافنا. اجزم ومتيقن ان في العقول وفي الادراج وفي الكراريس مئات ومئات من الافكار العظيمة اللي في بلدنا اللي ممكن فعلا تغير العالم.